شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل الخير. من صالة نادي الريان الرياضي، يسعدني أن أنقل لحضراتكم من عن طريق قناة الكاس مباراة في الدوري العام لكرة السلة للرجال للموسم 2013-2004، والتي تجمع بين فريقي النادي العربي بلونه الأبيض ونادي الجيش بلونه المارون. ومع حضراتكم نقول تشكيل نادي العربي: رقم واحد اينو الاتو، رقم ثلاثه فهد عبد الله ابو فيصل، خالد مسعود رقم اربعه، تامر ابو فيصل خمسه، محمد فرج مرزوق سته، محمد داوود عشره، نيناد زيكونفيتش 11، عدنان هودزيك 12، منصور الحضري 14، همام عمر اسماعيل 15، ويليام بيرد 17. فريق جيش اللاعبين: انتوني لامورس رقم واحد، ديجان دوني رقم اثنين، زياد ديلا رقم ثلاثة، وسلمان أحمد عبد الرحمن أربعة، فادي هاني ستة، وشارين لارين سبعة، بكر أحمد محمد ثمانية، وعلي تركي تسعة، وإليوني 18، وبكر مارون 21، محمد يوسف 33، ومصطفى محجوب. ومنذ ثواني قليلة بدأت أول هجمة للجيش، وعن طريق رقم 33 محمد يوسف محمد اللي بيسجل أول إصابة بنقطتين في هذه المباراة التي تجمع زي ما قلت لحضراتكم بين العربي بلونه الابيض فريق الف. وادي بيرد عليه على طول لاعب منصور الحضري رقم 14، اهو الاعاده امام حضراتكم، ويشوط ويسجل بنقطتين، اول نقطتين للنادي العربي. العربي كان الجيش كان ثالث الدوري في الموسم الماضي 2012-2013، وفي خطا شخصي بيحكم مباراه اليوم الدوليون ياسر الخزاعي وبكر الكواري وامير حسين من ايران حكام مباراه اليوم دوليين. وادي الكره مع سبعه، وهجوم من الجيش بترجع لصانع العابهم رقم اثنين، لكن هناك خطا شخصي بيحتسبه الحكم الدولي الايراني امير حسين على لاعب العربي رقم 12، اول خطا شخصي في المباراه على اللاعب رقم 12 من النادي العربي. عدنان هودزيك بوسني، وعلى طول هجوم للجيش، وعن طريق رقم واحد بيحاول يخترق الدفاع، فعلا اخترق الدفاع لكن التصويبه غير موفقه، بيلمها على طول رقم 11 من فريق النادي العربي نيناد زيكونفيتش ايضا من الصرب، وادي تصويبه لكن بعيده ياخدها على طول لاعب الجيش، وتمريره طويله طويله قوي، طويله زياده عن اللزوم من رقم اثنين ديفان دوني صانع العاب نادي الجيش، لكن تروح ما يلحقهاش رقم 12 عدنان، او شايفين طويله قوي رقم سبعه، اسف عدنان رقم سبعه شاون هو اللي ما لحقهاش. خمسه اللي في الملعب من الجيش: انتوني لامورس رقم واحد، وديجان رقم اثنين، وفادي هاني ابو المنى سته، شاون لارين سبعه، ومحمد يوسف محمد 33. اما العربي امام حضراتكم ادي 14 منصور همام، وخالد مسعود النصر رقم اربعه، ونيناد زيكوفيتش محاوله، وادي خالد مسعود وتصويبه قصيره لكن ترجع تاني لمها منصور الحضري رقم 14، ويليام بيرد 17، وادي برافو بيسجل خالد ويضع العربي في المقدمه في بدايه الفتره الاولى من هذه المباراه باربع نقاط امام نقطتين لنادي الجيش. هجوم للجيش على الطريق رقم اثنين صانع العابه ديفان، لكن على طول تتقطع، والصانع العاب العربي منصور الحضري لويليام بيرد محترف في العربي ده معاهم من الموسم الماضي، عشان كده هتلاحظوا دايما هو منصور في العاب ثنائيه بينهم في تفاهم مشترك، لكن تصطدم برجل لاعب رقم 33 محمد يوسف من الجيش وتخرج تبقى من حق النادي العربي. هي جت في رجله اهيت مظبوط وصافره، يطلقها الحكم الايراني وبيجدد طبعا الحركه بتاعته دي فيها تجديد ال 24 ثانيه، بس ما دام في المنتصف الامامي يبقى بيديله 14 ثانيه فقط. ودي خطا شخصي على اللاعب رقم واحد من الجيش انتوني لامورس، خطا الشخص الاول للاعب انتوني، يبقى كده خطا فريقي واحد لكلا الفريقين في الدقيقة الثالثة من الفترة الأولى. ورميتين حرتين، والرمية الأولى ويليام بيرد
الذي لم ينجح في تسجيل الإصابة من الرمية الحرة الأولى، والرمية الثانية والأخيرة وبرضه بعيدة قوي يا ويليام. لاعب محترف مفروض شغلته الباسكت بول، بيتمرن على الأقل كل يوم مش أقل من 200 رمية حرة بحيث إن العملية تصبح أوتوماتيكية، لأن الرميات الحرة دي قد تتوقف في نتيجة الكورة. ودي هاني فادي تصيبة من خارج قوس الثلاث نقاط لكن غير موفقة. منصور الحضري رقم 14 سنة ألعاب النادي العربي، لكن هناك خطأ بيرتكبه اللاعب رقم 1 من الجيش في دفع للرقم 17. وادي بكر الكواري حكمنا الدولي القطري أنتوني لامورس، خطأ الشخص الثاني لرقم 1 أنتوني لامورس، والكرة طبعا من خارج الحدود ما كانش في حالة تصويب ويليام بيرد، والتمريرات متبادلة تنتهي عند 11 بيسجل بثلاث نقاط. وادي إعادة للتصويب بثلاث نقاط ليظل العربي في المقدمة بنتيجة 6 نقاط أمام نقطتين فقط للجيش. محاولات محمد يوسف لفادي ودخول على السلة من فادي وينجح في اختراق دفاع النادي العربي وتسجيل إصابة بنقطتين، ويرفع رصيد نادي الجيش إلى 4 نقاط أمام 6 نقاط للنادي العربي. منصور الحضري لرقم 11 لناد لخالد مسعود النصر كابتن النادي العربي، ومنصور مرتاح لكن ترجع له تاني من حظه، تصطدم في الحلقة وترجع له لخالد، وتمريرات متبادلة كده ومحاولة لاختراق الدفاع وفتحوا له، لكن يتصدى له فادي هاني أبو المنى ويرتكب ضده خطأ الشخصي رقم 6 فادي هاني، والخطأ الشخصي الأول على رقم 6 فادي، ورميتين حرتين لأن كان في محاولة تصويب من منصور الحضري، والرمية الحرة الأولى. ومنصور الحضري لاعب العربي رقم 14 وأيضا غير ناجحة، ثلاث رميات دلوقتي 2 ويليام بيرد وادي واحدة منصور. طبعا الرميات الحرة يا اخوانا يعني في مقولة في الباسكت بول كم مباراة تتوقف نتيجتها على خط الرمية الحرة، لكن بيسجل الثانية ويظل محتفظ النادي العربي بالمقدمة من 7 نقاط. ودخول على السلة لكن بعيدة بيلمها على طول رقم 7 من الجيش شاون، وتصويب أيضا لكن في تصويبات طائشة وتسرع في التصويب من لاعبي نادي الجيش. ودي خطأ شخصي بيرتكبه لاعب الجيش رقم 33 محمد يوسف محمد. شوف الإشارة بتاعت حكمنا الدولي بكر الكواري 33 بيعمل 3 وبعدين يقلب إيده 3. منصور الحضري لنيناد، نيناد بيحاول يخش وبيصوب من داخل المنطقة لكن بعيدة، مين بقى يلمها؟ فادي وعلى طول تروح لرقم 2 ومحمد يوسف، محمد يوسف لا يجد صعوبة في إيداعها سلة النادي العربي لتقترب النتيجة ويصبح الفارق نقطة واحدة فقط لصالح النادي العربي. وادي هجوم عن طريق نيناد وبيدور على منصور صانع ألعابه لكن يديها لويليام، ويليام بيشوط من بره السري ثلاث نقاط وبيسجل 3 نقاط ليتسع الفارق مرة أخرى إلى 4 نقاط لصالح النادي العربي. 10 النادي العربي و6 نادي الجيش و4 دقائق و28 ثانية متبقيين من زمن الفترة الأولى، وتمريرة تاني تصطدم بالحلقة مش لحد منصور، منصور وبيرجع كرة جميلة لمنصور. شوف ذكاء اللاعب، لكن هناك وقت مستقطع بيطلبه مدرب الجيش كوتش أرشبيلد بو الأمريكي الجنسي. بالمرة نقول لحضراتكم تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي الجيش، رئيس الجهاز محمد عبد الله العبدلي، نائب رئيس الجهاز عبد الله صالح العلي، مدير الفريق خالد إبراهيم المهندي، وإداري الفريق مرتضى محمد علي، ومدرب الفريق أرشبيلد بو، ومساعد مدرب الفريق مبكر نداو، أخصائي علاج طبيعي مان روسيل. الجهاز الفني والإداري للنادي العربي، رئيس الجهاز عبد الرحمن الهيتكو، ومدير الفريق تركي فيصل الخزاعي، مدرب الفريق
كابتن حاتم مملوك، مساعد المدرب خلدون نشاوي، واخصائي العلاج الطبيعي امين محمود الشيخ. في هذه ثالث مباراه لكلا الفريقين في مسابقه الدوري العام رقم 33، دي المباراه رقم 14 في سلسله مباريات القسم الاول من الدوري العام. العربي لعب مباراتين، في المباراه الاولى فاز على الشمال 72-54 وخسر المباراه الثانيه امام الغرافه 69-82. الجيش ايضا لعب مباراتين، فاز على قطر في المباراه الاولى 88-80 وفاز في الثانيه على الوكره 97-61. يبقى كلا الفريقين دلوقتي المباراه الثالثه ليهم، اي حضراتكم عارفين احنا بنلعب الدوري العام دوري من قسمين الاول، بنتكلم يعني كل قسم كل فرقه تلعب 9 مباريات في القسم الاول و9 في القسم الثاني، ودي الثالثه يعني تقريبا هم وصلوا لثلث مباريات القسم الاول لهذا الموسم. بينتهي زمن الوقت المستقطع اللي طلبه الكوتش فريق نادي الجيش ارشبيلد قطر، وهجوم قطري محمد يوسف انا شايف في الخلف، وعلى طول 7 في النص، 7 بيستغلوا طوله، بيسجل إصابة بنقطتين وبيكتسب خطأ شخصي رقم 7 شاون، وفي خطأ شخصي على ويليام بيرد رقم 17، خطأ الشخصي الأول على أهو مظبوط في منع إيده، حضراتكم عارفين إن ده، وفي رمية طبعا حرة إضافية جزاء الخطأ الشخصي اللي ارتكبه ويليام بيرد اللاعب الأمريكي المحترف في صفوف النادي العربي، بيسجل رقم 7 شاون و يتقلص الفارق ل3 نقاط، 12 العربي و9 الجيش، اسف 12 الجيش و9 العربي و9 الجيش، مظبوط 12 العربي و9 الجيش امام حضراتكم على الشاشه. وادي دخول على السله لكن لا ينجح رقم 11 من النادي العربي لناد زيكوفيتش السربي، وادي بيحاول فادي لكن لا يوفق وتقطع الكرة وتصبح من حق نادي الجيش، يتولى فادي ايضا ادخالها او شايفين قطع طبعا يعني في فرق في طول كبير فبيقطعها على طول ويليام، ويلحقها منصور وهجوم عرباوي ابيض ونينات زيكوفيتش لويليام بيرد، ويليام مشاول بيشوط ويليام وبيسجل ويليام بيرد نادي العربي، ويظل العربي في المقدمة برصيد 14 نقطة. محمد يوسف ونزل علي تركي رقم 9 في النادي العربي، طبعا حضراتكم عارفين ان علي تركي بيتميز بتصويباته الثلاثية بعيدة، وادي رقم 7 شاون بيسجل شاون بنقطتين، يصبح رصيد الجيش 11 نقطة امام 14 نقطة النادي العربي، وحتى الان المباراة لا تخلو من إثارة، وباسكت هنا وباسكت هنا وإصابة هنا وإصابة هنا، في تقارب، منصور بيقع في المنطقة لكن سليم الحمد لله قام أهو، قام والعدنان، وعدنان بيلف وبيسجل لكن بعيدة، وعلى طول هجوم سريع، هجوم سريع عن طريق نمرة 2 وبيحاول لكن تصطدم الكورة أو بيدوس على الخط، شايفين حكمنا الدولي ياسر الخزاعي، وهناك تبديل في صفوف الجيش، هينزل بكر احمد محمد لاعب الجيش رقم 8 وهيطلع محمد يوسف رقم 33. لحد دلوقتي كابتن حاتم مملوك مدرب العربي ما عملش اي تبديل في ما مضى من زمن الفتره الاولى، ولكن الجيش عمل تبديلين او نزل علي تركي ونزل بكر احمد محمد، وادي تصويبه من رقم 11 نينات بعيدة، وبيحاول يقطعها رقم 11 لكن ما تجيش في ايده طبعا وتخرج خارج الحدود. تمريراته طويلة قوي رقم 2 دوت، دي يمكن ثالث كورة رقم 2 ديفان دوني، تمريراته طويلة قوي، عايز شوية ضبط وعايز ما يسمى بينه وبين زمايله التفاهم المشترك، يبقى عارف سرعه زميله قد ايه وطوله، هيجيب الكوره دي ولا لا، موقف الدفاع فين، غالب تصويبه لكن برضه بعيده، ويحاول عدنان يلم لكن تنتهي عند علي، اشوف علي المره دي، علي المره دي بالمقاس زي ما بيقولوا لفادي ابو المنى،
فادي هاني بيسجل إصابة بنقطتين ويتقلص الفارق مرة أخرى إلى نقطة واحدة لصالح النادي العربي. وادي ويليام بيرد رقم 17 وبيحاول يشوط لكن متسرع ياخدها اثنين وبيعدي منتصف الملعب والمرة دي علاها لرقم 7 شاون يسجل إصابة بنقطتين ويتقدم الجيش لأول مرة خلال الفترة الأولى الذي تبقى من زمنها دقيقة أو 10 ثواني. وعلى طول الكابتن حاتم مملوك بيلحق الفرقة وبياخد وقت مستقطع علشان تقدم بقى الجيش المرة دي، فلازم يشوف ايه الخلل اللي حدث بعد ما كان العربي متقدم طوال الدقائق الماضية من زمن الفترة الأولى. لعيب كويس رقم 7 ده في الجيش الحقيقة شاول لارن عامل مجهود كويس. وادي الكابتن حاتم مملوك منصور خالد من تونس مدرب النادي العربي. مجهود طيب للكابتن حاتم الحقيقه في المواسم الماضيه ايضا كان عامل مجهود طيب مع النادي العربي. لو استعرضنا لقاءات الفريقين في الموسم الماضي في الدوري العام الموسم الماضي اللي هو 2011 2013 في القسم الاول من الدوري فاز الجيش 73-71، في القسم الثاني فاز العربي 81-70، وفي البلاي اوف الافضليه فاز الجيش 73-62. بفكر حضراتكم ان الجيش كان ثالث الدوري العام الموسم الماضي والعربي كان رابع الدوري العام، والجيش فاز بالدوري العام مرة واحدة فقط بالبطولة عموما الموسم 2007-2008. النادي العربي طبعا له تاريخ مع هذه البطولة، فاز 7 مرات بالبطولة من 81-82 إلى 85-86، 5 مرات متتالية من بداية البطولة الدوري العام، وبعدين 91-92-93-94 وحتى الآن توقف عن الجون. شوف بقى الهجمه ديت اللي في الدقيقه الاخيره من الفتره الاولى وتصويبه من رقم 12 عدنان، لكن على طول بقف احمد محمد وحواليه اثنين وفي ضغط من دفاع النادي العربي لفادي، وفادي ينجح في انه ما يعديش يرجع تاني بالكوره لان دي فيها مخالفه طبعا. وادي شاون تتقطع منه الكوره ويرتكب خطا والحكم الدولي بكر الكواري يحتسب خطا سوق سلوك على اعتبار او شرف رفعه ايده ديت معناه ان مهاجم النادي العربي كان منطلق للسله ومفيش قدامه مدافعين وحجزوا رقم 7 شاون من الخطا الشخصي الاول على شاون، حجز منصور فبيعتبر خطا سلسله. جزاؤه رميتين حرتين رغم ان منصور ما كانش في حاله تصويب، لكن ده جزاء الخطا السوق سلوك. وحيازه بعد الرميه الثانيه النادي العربي ايضا بيستحوذ على الكره، يبقى عنده فرصه كويسه عشان يعوض دلوقتي تعادل 15-15. هنشوف الرميه الثانيه التي تضع العربي في المقدمه 16 نقطه، وهناك هجوم اخر للنادي العربي وحيازه للكره من منتصف الملعب امام طاوله حكام الطاوله اللي النهارده بيتكونوا من احمد عبد اللطيف مسجل وخالد الاحبابي ميقاتي وجمال السويدي مدخل بيانات وراشد الدوسري مشغل 24 ثانيه. وادي اخر هجمه ورقم 11 ميناد مسجل بثلاث نقاط اللي يؤكد تقدم النادي العربي 19 نقطه. مره ثانيه تقطع الكوره وثواني اخر هجمه دي للنادي العربي. شو بقى لعيب منصور بقى هادي وعاقل وهيبتدي يستهلك في الوقت بحيث انها تكون فعلا التبريره مع اخر ثانيه وفعلا لخالد ويشوط خالد لكن بعيده خالد وترجع الكوره وينتهي زمن الفتره الاولى من هذه المباراه بتقدم النادي العربي ب 19 نقطه امام 15 نقطه لنادي الجيش. الحقيقه مباراه مثيره، تبادل الفريقين ادي 19 العربي و 15 الجيش، تبادل الفريقين الفوز، لكن العربي من اول مباراه وهو متقدم في لحظه فارقه تقدم النادي العربي 15-14 وتوقف عن التسجيل، وبعدين بادر العربي الى اضافه 5 نقاط ليصبح النتيجه لتصبح نتيجه الفتره الاولى 19 العربي 15 الجيش. مدرب الجيش ارشيبيل الامريكي الجنسيه يا هاندز اب جاي جيت بيج جيت بيج اون جون يو ديفنس Defense on three. Defense. One, two, three. Defense. Okay, let's go.
وهذه كابتن حاتم مدرب النادي العربي. خلوا فاز كل مره غير مره هوز مره سميها فايف سميها فايف اللي خالد يجي يسوي ويطلع فوق في البيك اندرول هناك كل مره قاعد يجي متاخر خذوا في السايد هذا Okay. After okay. Peak, five good position. Yeah. Good position. Every time. Hey guys, Divas. The big guy. Divas. He's not passing outside. Let's go. سنبدأ بعد ثواني قليلة الفترة الثانية من هذه المباراة والتي ذات فترتها الأولى بتقدم النادي العربي. وادي حكمنا الدولي ياسر الخزاعي وبينظر إلى الساعة الإلكترونية في الصالة. فعلا بدأنا الفترة الثانية ومنصور الحضري يعتقد أن ليس هناك أي تغيير في صفوف النادي العربي، هم نفس اللاعبين الخمسة اللي بيلعبوا. وادي تصويبة من لعدنان أول مرة لويليام، ويليام بيخطئها بيلمها عدنان وبيشوط لكن بيرتكب ضده خطأ شخصي بيرتكبه فادي لا ده مش فادي رقم سبعة شاون خطأ الشخص الثاني على رقم سبعة. تغيير في النادي الجيش زي ما بقول حضراتكم العربي زي ما هو الجيش برضو التشكيل اللي انتهت به الفترة الأولى هو نفس تشكيل اللي بدأوا به الفترة الثانية. وهذه أول الرمية الحرة الثانية بيسجل الأولى فيصبح رصيد النادي العربي 21 نقطة أمام 15 نقطة لنادي الجيش. رقم 2 ديفان لعلي تركي ما شفناش لسه حاجه من علي، هو بيقف على خط الرمي الحره بيشوط قصيره علي بيلمها على طول 11 ايناد زيكوفيتش لعدنان وعدنان يدخل المنطقه ويسجل اصابه بنقطتين للنادي العربي ويرتفع رصيد العربي 23 نقطه امام 15 للجيش. وادي صانع الالعاب ومحاولة الدخول لكن بيقفل عليه عدنان السكه رقم 12 لعلي تركي. وادي سبعه بيشوط ويبدو ان هناك تعليمات واضحه وحاسمه من الكابتن حاتم مملوك ان يحدث ضغط على علي تركي. وادي اصابه بنقطتين وخطا ثالث على رقم سبعه من نادي الجيش شاون رقم سبعه شاون لارل بيرتكب الخطا الشخصي الثالث. وما زلنا طبعا 100% هيتغير وما زلنا في طلب وقت مستقطع. مدرب الفريق ارشبيل بو فبقول لحضراتكم ان الخطا الثالث واحنا لسه في بدايه الفتره الثانيه. مهم رقم سبعه من اللعيبه الطوال طبعا في صفوف الجيش فلما يعمل الخطا الثالث في بدايه الفتره الثانيه بيبقى هنا في كلام تاني او حديث اخر. وادي الكابتن حاتم في سوينج ممكن غير مان تو مان. لو غير مان تو مان لو بلاي مان تو مان ناو لو بقى في الزون في سوينج ترجع لويليام. ويليام على خالد اول ما تركز خالد اول ما تركز على ويليام في الكات ما فيش الباس هذايا في مره ثانيه الحل ان ويليام يروح لهنا ويليام لعدنان وبعدين بعد الباس باس السايد هذا وكان ترجع الكوره عاد نيرز كرين اجين فور يا يو ريمبر ها سو وي هاف انذر سولوشن اوكي جو جايز جو ينتهي زمن الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن كوتش ارشبيل بو الامريكي مدرب النادي العربي نادي الجيش اسف. وزي ما سمعتوا ان مش بس المباراه بين اللاعبين داخل الملعب ولكن ايضا بين المدربين. يمكن حضراتكم لو كنتوا متابعين كلام الكابتن حاتم مملوك بيقول لهم لو لعب بطريق الدفاع مان تو مان او رجل لرجل يبقى احنا هنعمل كذا وكذا وكذا ولو لعب كذا يعني برضو بتبقى مباراه بين المدربين. وفي رميه حره وحيده بيسجلها رقم 11 نيناد زيكوفيتش الصربي واللاعب المحترف في صفوف النادي العربي وهجوم عن طريق رقم 2 وبيشوط لكن بعيده ولكن ترجع تاني لبكر وبكر لفادي وبعيده قوي يا فادي على طول منصور
برافو يا منصور، يقتنصها كالصقر من وسط اثنين من لاعبي الجيش. ودي مبادرة اللاعب ان هو، وادي فيه خطأ شخصي على رقم 18 اللي نزل دلوقتي بدل شاول، طبعا رقم 7 طلع ونزل رقم 18 في صفوف الجيش اللاعب اليوني سي بدرة. طبعا مفيش تصويبات، مفيش رميات حرة، هنشوف. ادي منصور وويليام بيرد، ويليام عدنان مش فايق له خالص، هو كان بعيد ولقى عدنان قريب وداخل المنطقه مرر له، لكن عدنان ما كانش معاه خالص وتضيع الكوره. دي بقى الاخطاء اللي يعني بتحزن المدرب، ان الكوره زي دي تضيع، ممكن يسجل منها وممكن يتقدم. وادي ايضا محاوله واليوني لكن تطلع خارج الملعب لصالح فريق نادي الجيش. اليوني سي بدرة رقم 18، وكان في محاولة متابعة دفاعية وهجومية في نفس الوقت، لكن تطلع الكرة خارج الحدود. وادي بكر، محاولين اتنين على طول في ضغط على بكر، بكر من اللعيبة الممتازين طبعا ولاعب في منتخب قطر، وبيسجل رقم 1 في فريق الجيش أنتوني لامورس، لاعب محترف في فريق الجيش. و11 إناد لويليام منصور، وسلام يا منصور، يا سلام، تمريره ذكيه من منصور الحضري لويليام بيرد، يسجل اصابه بنقطتين يضيفهم لرصيد النادي العربي الذي اصبح 28 نقطه ورميه حره اضافيه جزاء الخطا الشخصي اللي ارتكبه لاعب الجيش. اهي اشاره بتاعت الحكم الدولي امير حسين، امير حسين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ورمية وحيدة طبعا لويليام، اهو قدامكم الحكم الدولي ياسر رافع ايد واحدة وصباع واحد ويسجل الرمية الحرة ليتسع الفارق إلى 11 نقطة في الدقيقة الثالثة من الفترة الثانية من هذه المباراة. وادي محمد يوسف، وهناك خطأ شخصي على عدنان ديزني رقم 12 في النادي العربي، في دفعة اهو، شايفين الدفعة؟ مظبوط، صافرة جيدة من الحكم الدولي الإيراني أمير حسين، وكرة مرة أخرى لصالح النادي العربي. سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة أمين عام اللجنة الأولمبية بيتابع هذه المباراة. وهذه تصويبة ناجحة بنقطتين فقط لأنه كان جوه القوس، ليرفع رصيد الجيش إلى 20 نقطة. منصور، ويليام، خالد مسعود النصر، نيناد، منصور هوش انه هيشوط لكن طلع هادي، وتمريره سريعه لعدنان، وعدنان بيشوط وبيسجل عدنان بنقطتين، ويصبح العربي 31 امام 20 لنادي الجيش. وفي ستاره بتتعمل لكن غير ناجحه، محمد يوسف بعيده قوي، ترجع تاني الرقم 1، وايضا لكن هناك خطا، هناك خطأ على طول في سفارة، وفي خطأ شخصي، وفي احتكاك كده بسيط بين منصور ومحمد يوسف. مفيش داعي طبعا للحاجات دي اطلاقا، مفيش داعي يا شباب، احنا يعني مباراة رياضية، وعلى فكرة منصور بيتميز بروح الرياضية، وايضا محمد الحقيقة ما اعرفش. وفي رميات حرة طبعا لان الخطأ على الجيش، الخطأ على الجيش، وتعدوا الاخطاء الفريقيه الاربعه. اهو اللوني اعاده للاحتكاك البسيط ده، نرجو ان لا يتكرر، وتسود الروح الرياضيه المباراه اللي هي بتهمنا بالدرجه الاولى قبل اي نتيجه المباراه. ويليام بيسجل الرميه الحره الاولى، وله رميه اخرى ثانيه واخيره،
ويليام بيرد رقم 17 المحترف الامريكي في السوبر رمضان العربي والرميه الثانيه الناجح. سمعت صفاره لكن ما حصلش حاجه لان احد لاعبي الجيش دخل المنطقه، لو كانت ما جاتش كان اعادها الحكم، لكن ما دام جت فبتقاضى عن مخالفه الى ارتكابها لاعب الجيش. وادي بكر رقم 8 وبيخش بكر وينزلها تحت السله، لكن منزلها لمين؟ لفادي، وفادي طبعا وادي منصور بيسجل الثاني، وفادي قصير في وسط الطوال فبتتقطع الكوره. المفروض واحد من طوال، ومفيش شك ان الجيش خسر شاون رقم 7 اللي طلع لارتكابه 3 اخطاء شخصيه، طبعا لسه ليه خطاين كمان هو بس المدرب بيغيره. وادي تصويبه في بكر لكن بعيده، ويحاول فادي هاني انه يخطفها. وعلى فكره في حاجه طريفه جدا بتحضرني بمناسبه 3 اخطاء شخصيه اللي ارتكبهم شاون، كان في اول قانون لكره السله اللي هو كان 13 ماده، كان اللاعب اللي يرتكب 3 اخطاء شخصيه فكان بيحتسب اصابه للفريق المنافس لهذا اللاعب، كل 3 اخطاء شخصيه يرتكبهم لاعب يحط اصابه للفريق المنافس. طبعا الكلام ده مش موجود دلوقتي. فادي هاني بيرتكب خطا شخصي اهو اهو اهو، في طبعا احتكاك، وادي الخطا الشخصي الثاني على فادي، وطبعا في رميات حره لان تعدى نادي الجيش الاربع اخطاء، دلوقتي عنده 6 اخطاء و15 نقطه فارق لصالح النادي العربي، ورميتين حرتين من نيناد ليكوفيتش بيسجل الرميه الاولى، وهنشوف الرميه الثانيه والاخيره طبعا. بعيده الرميه الثانيه، بعيده، وعلى طول الجيش، وعن طريق صانع العابه رقم 2 ديفان لوني، وتمريرات سريعه لوني، لوني رقم 18 بيسجل ويضيف لرصيد الجيش نقطتين، 22 الجيش 36 العربي. وتبقى من زمن الفتره الثانيه من هذه المباراه 4 دقائق و37 ثانيه، وادي رقم 11 لمنصور ويسجل منصور بثلاث نقاط، ما شاء الله منصور عامل مباراه جيده جدا. وادي رقم 1 بيسجل بيرد على منصور على طول بثلاث نقاط، وفي صفاره تنبيه من الحكم الدولي بكر الكواري ان محدش يلمس الكوره بعد ما تنزل من سله المنافس، يعني مفيش مهاجم بعد ما زميله يشوط ويسجل اصابه يلمس الكوره، ده بيعتبر تعطيل، فبياخد اول مره توجيه او لفت نظر وبعد كده ممكن يحتسب عليه خطا فني. وادي عدنان لكن بعيده عدنان، وعلى طول رقم 1 رقم 1 بيحاول يخش انتوني لاموريس، وادي تصويبه بعيده من رقم 2 ديفان، وفي تسرع شويه من لاعبي الجيش، طبعا هم عشان فرق 14 نقطه عايزين يعوضوا، لكن التعويض يجي بالهداوه، احنا لسه الفتره الثانيه مباراه كره السله 4 فترات. منصور وتصويبه من بعيد رقم 11 نيناد ليكوفيتش لكن بعيده بلماء لوني رقم 18، وعلى طول لفادي هاني ابي المنى، وتصويبه من رقم 1 لكن قصيره قوي بلماء نيناد. بقول لحضراتكم في تسرع شويه من لاعبي الجيش، تصويبات ما فيهاش تركيز، فعشان كده اهو نيناد خطا شخصي بيرتكبه اللوني، اللوني بيرتكب خطا شخصي ضد اللاعب رقم 11 رقم 18 اللوني، طبعا رميات حره على طول، برضه افكر حضراتكم ده الخطا الشخصي الثالث على اللوني، ان ما كانش في حاله تصويب صحيح نيناد، لكن تعدى الاخطاء الفريقيه نادي الجيش، اخطاء كتير الحقيقه نادي الجيش، واحنا لسه في الفتره الثانيه. ونيناد والرميه الحره الوحيده، احتسبت طبعا اصابه
لانه هو قبل الصفارة كان ساب الكورة. يصبح النتيجة 42-25 لصالح النادي العربي. وادي فادي في اعاقة باليد من رقم 11 للنادي العربي لينات ديكوفيتش. والحكم الدولي الايراني امير حسين بيحتسب خطأ شخصي طبعا لا يستحق رميات حرة، لان ده الخطأ الثاني على الفريق الفريقي، الخطأ الثاني الفريقي وايضا الثاني على نينال. 5 ثواني تجاوز فادي هاني ابو المنى زمن المقرر لادخال الكره من خارج الحدود. 5 ثواني المفروض لا يتجاوز ال5 ثواني. طبعا الحكم بيعد من بعد ما يسلم الكره في ايده ويبتدي يعد. معرفش حضراتكم تلاحظوا ايه ده، اهو شوفوا بكره برضه بيعد ايه بقى دلوقتي. 8 ثواني لازم الفريق المهاجم ينتقل من المنطقه الخلفيه للمنطقه الاماميه في خلال 8 ثواني. وادي تصويبه غير ناجحه، ويحاول ويليام بيردي يلمها لكن تخرج خارج الحدود وتصبح من حق فريق الجيش. اهو دفاع جيد من لوني. ورقم 2 ايفان لوني. ورقم 1 انتوني لالوني محمد يوسف. رقم 33 والمنصور على طول بيلمها ويليام لعناب، لكن خطا شخصي بيرتكبه فادي هاني ابو المنى بيحتسبه الحكم الدوري. شوفوا اهي، شوف دي بتسمى اعاقه في كره السله. كون ان هو جري قدامه وبرده رميتين حرتين، والخطا الشخصي الثالث على فادي يسجل عدنان هودزيك البوسني والمحترف في صفوف النادي العربي. الرميه الحره الاولى والرميه الثانيه بيسجلها عدنان. وهناك تغيير في صفوف الجيش، بينزل رقم 3 من لاعبي الجيش زياد جوليد وبيخرج فادي، وتغيير اخر لفريق الجيش هينزل رقم 21 بابكر مارون ويخرج محمد يوسف رقم 33. بيحاول مدرب الفريق الامريكي الكوتش ارشبيلد بو انقاذ ما يمكن انقاذه خلال الفتره الثانيه التي تبقى من زمنها 2:07. والنتيجه 44 النادي العربي 25 الجيش. خرج الحكم خرج زياد في تغيير، بينزل تاني هاني فادي. فادي بعد نفس الشيء، وزياد بيتجه لغرفه الملابس نفس الحكايه برضه خرجه. بينزل رقم 9 علي تركي. معرفش علي تركي في ايه، لان الحقيقه علي تركي من اللاعبين الاساسيين في صفوف نادي الجيش. انا من مكاني الحقيقه ده مش قادر اعرف الاخ ياسر ده غريب التبديل ده. ادي قالوني محاولتين لكن بينجح في تسجيل اصابه بنقطتين. وادي تغيير بقى، هينزل رقم 8 بكر احمد محمد ويطلع قالوني رقم 18. وفي وقت مستقطع بيطلبه فريق الجيش عن طريق مدربه كوتش ارشبيلد بو. دقيقة و48 ثانية متبقية من زمن الفترة الثانية من هذه المباراة. نتكلم عن الفريق ايضا وبكر نداو مساعد المدرب من حقه طبعا من فترة مش ضغطة. هو قميص ابيض قدام حضراتكم، وده كان لاعب محترف على فكرة. الأول لاعب محترف في صفوف النادي الأهلي، ثم لاعب محترف في صفوف الجيش، واعتزل وأصبح مساعد مدرب لفريق نادي الجيش. كان لعيب على خلق الحياة أبو بكر نداو، وكان من اللاعبين برضه المميزين
في صفوف الجيش. وهناك لاعبين كثيرين الحقيقة مدربين كويسين كمان كما كانوا لاعبين جيدين. بينتهي زمن الوقت المستقطع ونشوف فريق جيش حصل فيه تغيير ايه. علي تركي كما هو وبكر محمد احمد وبكر نداو بارون بكر مارون ورقم 2 ديفن دوني ورقم 1 انتوني ناموريس ومنصور. يا سلام يا منصور ما شاء الله عليك على طول خد صانع العاب الجيش رقم 2 في ظهره. ديفن طبعا ما يقدرش يلمسه اي لمسه بتبقى خطا شخصي مش لمسه لمسه يعني احتكاك اقصده باللمسه يعني لان عارفين كره السله منذ اختراعها سنه 1891 وهناك مبادئ اساسيه فيها من ضمن هذه المبادئ عدم تجنب الخشونه والاحتكاك فاي احتكاك بيحدث بتحتسب على طول خطا شخصي زي ما حصل دلوقتي امام حضراتكم ضد اللاعب بكر احمد محمد رقم 8 في صفوف نادي الجيش وادي رقم 1 اللي ارتكب الخطا من النادي العربي اللي نزل دلوقتي رقم 1 بدل عدنان رقم 1 ايني الاو كينيو من نيجيريا وكان محترف في صفوف نادي الوكرة الموسم الماضي وانتقل هذا الموسم الى النادي العربي. وبكر محمد احمد بيسجل رميات الحرة وبيرفع رصيد نادي الجيش الى 29 نقطة امام 46 نقطة للنادي العربي. ودي خطأ شخصي بيرتكبه رقم 21 بابكر مارون. خطأ الشخصي الاول على بابكر وحكمنا الدولي الواعد بكر الكواري من حكام الممتازين وطبعا اول سنه دولي السنه دي اجتاز الاختبارات للحصول على الشاره الدوليه بنجاح وبيقدم مباريات جيده الحقيقه وشارك في اداره مباريات في بطولات خليجيه. وادي نداد بيسجل الرمية الأولى. بنأمل إن احنا يبقى عندنا حكام دوليين كتير الحقيقة، احنا عندنا دلوقتي جاسم نظر وبكر الكواري وبنأمل في المزيد من الحكام الدوليين ليبقى عندنا اكتفاء ذاتي بقى وما نستوردش أي حكام من الخارج. وادي علي تركي لكن الخطأ الشخصي بيرتكبه ويليام بيرد لاعب مهذب جدا هي يعني بيعجبني جدا تصرفاته في الملعب مجرد بيسمع الصفاره خطأ فعلا ولا يعني يمكن رفع حواجبه هو ده الاحتكاك الوحيد اللي بيعمله انه بيرفع حواجبه لكن خلاف ذلك الحقيقه من اللاعبين المهذبين. وادي رقم 2 بيشوط لكن بعيده بيلمها على طول ويليام بيرد ويصلح الخطأ اللي ارتكبه وعلى طول لمنصور الحضري وفي الدقيقة الأخيرة أو في الثواني الأخيرة لأن متبقي 35 34 ثانية وهكذا ومنصور بيحاول يستهلك الوقت علشان يضيع على فريق جيش. وادي دخول لكن خطأ شخصي بيرتكبه اللاعب رقم 1 من فريق جيش أنتوني لامورس. ذكاء ذكاء اللاعب بقى منصور يدخل يخترق يحاول يخش وطبعا المدافع طالما ان هو ما بيحركش رجليه بطريقه صحيحه لاداء اداء دفاعي صحيح بيسجل منصور الرميه الاولى فبيرتكب على طول خطا شخصي مجرد ما منصور يحاول يعديه فبيحدث الاحتكاك وبيرتكب خطا شخصي. بيسجل الرميه الاولى منصور شوف الرميه الثانيه ويسجل الثانيه برافو منصور. 49 النادي العربي 29 وهجوم للجيش برضو رقم 2 ديجاب او ديفان دوني بيحاول عشان يضيع فرصه هجوم اخير للنادي العربي. وادي بكر لكن على طول ياخدها وتمريره طويله لخالد مسعود لكن يا خساره فلتت خالد مسعود
لكن تمريرة كانت جميلة من ويليام بيرد في الثواني الأخيرة، وكان يمكن أن لو أحرزها أن يتعدى فريق النادي العربي 50 نقطة. وادي الكابتن حاتم مبلوك، وهنشوف الجيش هيلعب ازاي دقيقتين 31 ثانية دول، ثانيتين آسف، ثانيتين وتنتهي الثانيتين، ومعها تنطلق صافرة الميقاتي وينتهي زمن الفترة الثانية والشوط الأول من هذه المباراة بتقدم النادي العربي 49 نقطة أمام 29 نقطة لنادي الجيش. الفترة الأولى بفكر حضراتكم انتهت بتقدم العربي 19 نقطة أمام 15 للجيش، والفترة الثانية انتهت أيضا بتقدم العربي ب 20 نقطة أمام 14 نقطة للجيش. أعزائي المشاهدين، أترك الميكروفون إلى أسر التحليل وألتقي بحضراتكم والشوط الثاني والفترة الثالثة من هذه المباراة التي تجمع بين فريقي النادي العربي ونادي الجيش، فإلى أن نلتقي أتمنى لكم وقتا طيبا.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أعزائي المشاهدين نتابع مع حضراتكم الفترة الثالثة من الشوط من هذه المباراة التي تجمع بين فريقي العربي والجيش، والتي انتهى شوطها الأول بتقدم فريق النادي العربي ب 49 نقطة أمام 29 نقطة للجيش. أنا شايف رقم 7 شاون اللي ارتكب 3 أخطاء شخصية في بداية الفترة الثانية نزل الملعب، وادي قالوني بيسجل أول إصابة للجيش، والحكم الدوري بكر الكواري بيشاور على الإصابة ويقول على رقم اللاعب، الإشارة دي رقم اللاعب رقم 17 اللي هو ليام بيرد لاعب النادي العربي، والخطأ الشخصي الثالث على ويليام بيرد، الخطأ الشخصي الثالث على ويليام، ورميتين حرتين، الرمية الحرة الأولى والناجحة، وادي الثانية غير ناجحة، ونمرة 2 بيرجع الكورة على طول بتمريرة كويسة، لكن يخطئ علي تركي، لسه ما شفناش علي، معرفش رجع من إصابة ولا في إيه بالظبط، علي تركي من اللاعبين المميزين الحقيقة في شوط الجيش، لكن ما شفناش منه حاجة خالص، وادي منصور وعدنان ويشوط عدنان لكن بعيدة ومفيش حد أسفل السلة من لاعبي النادي العربي لجمع الكرة المرتدة من التصويبة غير الناجحة، وادي رقم 2 ديفان دوني بيسجل إصابة بثلاث نقاط وبيرفع رصيد الجيش الى 33 نقطه، لكن ويليام الساكت كوتش ويليام بيرد بيسجل اصابه بنقطتين ويرفع العربي الى 51 نقطه. وادي الجيش بيحاول طبعا الجيش محاولات مستميته علشان يعوض الفارق الكبير اللي انتهى بيه الشوط الاول 20 نقطه، ادي اول تصويبه بثلاث نقاط لعلي. شفتوا عدنان لاعب العربي رقم 12 لما الكره واقف على الارض المفروض هو لعيب طويل ولازم يوسب علشان يقدر يجيب الكوره من اعلى نقطه، دي برده من الحاجات اللي بننبه فيها مشاهدينا من اللاعبين الناشئين الصغيرين، تصويبه غير ناجحه من ويليام، ودي رقم 2 ايضا مش شرطه كده المره دي لسبعه، وسبعه بيلمها أقول لكم لعيب خطير 7 وكان له تأثير سلبي لما خرج من صفوف نادي الجيش في بداية الفترة الثانية. منصور 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 لكن تروح منه الكورة تضيع الكورة منه تخرج خارج الحدود، وتغيير بينزل رقم 1 من فريق جيش إيني ألاتو النيجيري، ويخرم طبعا ويليام بيرد لأنه عنده 3 أخطاء ولسه فاضل لنا وقت كبير قوي الفترة الثالثة ما تبقى منها والفترة الرابعة بحالها، فطبعا الكابتن حاتم المملوك فضل انه يبدله وينزل رقم 1. وادي 11 وبيسجل 11 النهارده، 11 هو ماكينة تسجيل الثلاث نقاط في صفوف النادي العربي لناد زيكوفيتش اللاعب الصربي. ولوني لكن بعيدة في خطأ شخصي على رقم 7 في دفع باليدين على رقم 7 والخطأ الشخصي الرابع أو 100% 100% بيستبدله المدرب، في حاجة حدثت وفي خطأ فني بيحتسبه الحكم الدولي ياسر الخزاعي على اللاعب رقم 7 ايضا، واصبح عديم الاهليه للمشاركه مره اخرى في المباراه لارتكابه 5 اخطاء، 4 اخطاء شخصيه والخامس خطا فني، يستحق رميتين حرتين للنادي العربي وحيازه للكره من منتصف الملعب. اعتقد وهذا اكاد اجزم مش اعتقد ان هو تلفظ بحاجه هو خارج، سمعوا الاخ ياسر الخزاعي الحكم الدولي، و ادي ايني بيسجل ايني الاتو بيسجل الرميه الحره الاولى نتيجه الخطا الفني والخطا الخامس للاعب شاول. ولسه بقول لحضراتكم كان ليه تاثير سلبي خروجه ذات الفتره ونزل على طول ارتكب خطأين ورا بعض، واحد شخصي واحد فني لم يكن له اي داعي، اهو لامام حضراتكم ده الملعب اوت طبعا.
وادي الكرة مرة ثانية مع النادي العربي. كرة خارج الحدود صالح النادي العربي. متبقي 15 ثانية من زمن الهجمة، حضراتكم عارفين زمن الهجمة 24 ثانية. لازم الفريق المهاجم يستنفذ. وادي تصويبة رقم 11 وثلاث نقاط أخرى من رقم 11 لاعب النادي العربي. النهاردة ما شاء الله موفق رقم 11 في التصويب بثلاث نقاط، ويتسع الفارق إلى 24 نقطة لصالح النادي العربي. وادي علي تركي وادي كل على السلة، لكن بقول لحضراتكم من أسفل السلة أيضا لا يستطيع أن يسجل إصابة. هناك شيء غير مفهوم، ودي حالات طبعا بتصيب بعض اللاعبين ما بيبقاش على طول، يعني مش يومه، بنسميه في الباسكت مش يومه. ورقم واحد في محاولة للتسجيل تارك بوس الثلاث نقاط، لكن لا تنجح المحاولة وتنتقل الكرة إلى نادي الجيش. ورقم اثنين ليفان دوني وبيخش على السلة، لكن لا ينجح في تسجيل الإصابة، وبيرتكب ضده خطأ شخصي بيرتكبه لاعب النادي العربي رقم 12 عدنان، ورميتين حرتين لرقم اثنين في فريق الجيش ليفان دوني. ابتدى يبقى في لعب فردي شويه في الجيش، لان لما يتسع الفارق اللعيبه 24 نقطه الفرق، فابتدي بقى اللعيبه اللي يحاول يعوض، لكن احيانا بتجيب نتيجه ايجابيه، لكن في الغالب بتجيب نتيجه عكسيه، لان لعبه كره السله لعبه جماعيه، ولازم عشان تسجل الاصابه يبقى فيها مجهود جماعي لضمان نجاح الاصابه. يفشل في تسجيل الرمية الثانية. وادي منصور وتمريرة لويليام بيرن، لكن صعبة شوية، بتصطدم برجل ويليام وتخرج خارج الحدود وتصبح من حق فريق الجيش. محمد يوسف لبكر محمد أحمد، لكن برضو أسفل السلة ولا يستطيع إحراز إصابة. هناك ارتباك في صفوف الجيش اللي بيلعب دلوقتي بطريقة دفاع رجل رجل، ومنصور، لكن ينجح ويليام إنه يصلح خطأ منصور. وادي رقم واحد بيشوط، لكن بعيدة قوي، بعيدة قوي رقم واحد، معرفش متسرع. ورقم اثنين والعالي تركي قصيرة جدا جدا جدا، وبيحاول محمد يوسف على مرتين وينجح في المرة الثانية في تسجيل الإصابة بنقطتين لنادي الجيش. منصور الحضري لرقم 11، طبعا هيبقى في رقابة على رقم 11، لان النهارده ما شاء الله دي بعيده قوي، ياخدها ويليام 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 ويليام، لكن خطا شخصي يرتكب ضد ويليام بيرن لاعب الامريكي المحترف في صفوف النادي العربي. وادي حكمنا الدولي ياسر الخزاعي ورميتين حرتين، والخطا الشخصي على اهو امام حضراتكم، اهو على رقم 33، خطا الشخص الثالث على محمد يوسف. اخطاء شخصيه كثيره بيدفع ثمنها نادي الجيش ويرتكبها لاعبوه، اخطاء شخصيه كثيره، وفي رميتين حرتين، وفي تغيير في صفوف نادي الجيش. هينزل اليوني ونشوف مين اللي هيطلع وهينزل. لا، غير راي المدرب بعد ما وقف اليوني، راح منزل فادي هاني ابو المنى. مين اللي هيطلع بقى؟ هنشوف مين اللي هيطلع. هيطلع علي تركي رقم 9 من نادي الجيش. علي تركي بيطلع. وادي الحكم الايراني الدولي امير حسين، ورميتين حرتين ويليام بيرت لاعب النادي العربي، والرميه الحره الاولى الناجحه، بينجح في تسجيل الرمية الأولى.
ويرفع رصيد النادي العربي الى نشوف الثانية عشان نقول مرة واحدة الى 61 نقطة. 61 نقطة امام 38 نقطة. محاولات من فريق نادي الجيش. وها فادي هاني، وادي رقم واحد سيارة لكن بيلمها بكر. الفادي بيحاول يخش على السلة ويسجل إصابة من نقطتين. وطبعا قصاده كان مين بقى؟ مدافع ويليام بيرد. ويليام بيرد عنده ثلاث أخطاء، فطبعا ما قدرش يعمل له حاجة علشان ما يبقاش خطأ شايفين. هو عادي جدا يعني، مجرد دفاع شكلي كده، ما هوش إيجابي قوي خوفا من ارتكاب الخطأ الرابع. منصور بعيدة، ويحاول هيني يلمها لكن بعيد قوي. ورقم اثنين وتحت السلة لمحمد يوسف رقم 33 من بكر اللي بيسجل إصابة على طول. كابتن حاتم مملوك مدرب النادي العربي بيطلب وقت مستقطع. 61 العربي، 42 الجيش. وقت مستقطع للنادي العربي في الفترة الثالثة من هذه المباراة في مسابقة الدوري العام للموسم 2013-2014 والتي تجمع بين فريقي النادي العربي اللي امام حضراتكم باللون الابيض ونادي الجيش باللون المرون. بوكس اوت اللعيبه الكل، بوكس اوت افري ون افري ون اوكي. الحين راح يركزوا على عدنان في الانسايد، كل مره الهيلب سايد تبدا حاضره للهيلب سايد. اللي في السايد هذا نفس الشيء، حاضر واللي في النص حاضر للهيلب. بعدين في فايس بريك، هم الحين لما يضيعوا ينتهي زمن الوقت المستقطع اللي مدته دقيقة. طبعا حضراتكم دلوقتي عارفين بقى اللي طلبه الكابتن حاتم مملوك مدرب النادي العربي، وبيحاول بقدر إمكانه إنه يحافظ على هذا الفارق اللي وصل 19 نقطة، لأن يهمه جدا إن يصل بالمباراة إلى بر الأمان ويفوز بيها، لأن لسه فاضل 3 دقايق و 38 ثانية من زمن الفترة الثالثة والفترة الرابعة بأكملها العشر دقايق. وادي هجوم للنادي العربي، وعدنان اللي نزل دلوقتي، عدنان نزل وطلع إيلي رقم واحد، ونزل عدنان رقم 12 في 11. وجميلة جميلة تمريرة أجمل من التسجيل. أنا بعتبر إن التمريرة الجيدة هي اللي بتبقى سبب مباشر في تسجيل إصابة جيدة. تمريرة من رقم 11 نيناد لعدنان بيسجل منها بمنتهى السهولة لأنه كان في مكان جيد. التمريرة كانت سريعة، ودي باك أي حاجة بيلمها عدنان لمنصور، ويبدأ صانع ألعاب النادي العربي منصور عاطف الحضري في قيادة فريقه كصانع ألعاب ل 11. شايفين في رقابة مشددة على منصور بالذات ورقم 11. أدي محمد يوسف مع رقم 12 عدنان. شوت عدنان بعيدة ويحاول وينجح، يحاول وينجح ويليام بيرد في انه يقتنص الكوره من مهاجم نادي الجيش. والمنصور منصور لويليام لخالد لكن تصطدم، وعلى طول يلمها محمد يوسف اطول لاعبي فريق الجيش. والكوره بذكاء كده منصور يقطعها من اللاعب رقم 2 في الجيش ايفان توني. هي كرة السلة لعبة ذكاء على فكرة، مش تحيز لكرة السلة، لكن فعلا شوف هو لسه الكرة في ايده ومن غير ما يرتكب خطأ ولا حاجة. وادي نشوف الكرة بتاعت فادي دي، بيسجل فادي إصابة في 3 نقاط للنادي النادي الجيش. 45 الجيش، 63 العربي. وادي إعادة تصويت فادي هاني أبو المنى. منصور بيخش على السلة ويبتهز فرصة
ان اللاعب رقم واحد من النادي العربي هرناني الجيش شايفين رفع ايده ازاي؟ لان عنده اخطاء شخصيه فمش عايز يخرج من الملعب فيختار احلى المرين زي ما بيقولوا ان منصور يسجل لكن هو ما يخرجش بره الملعب. تمريره طويله ل 11 لكن قصيره المره دي ترتطم بالحلقه وتعود الى فادي هاني. فادي بيحاول يخش وفي دفع كده خفيف لخالد وعلى طول بيلم النادي العربي الكوره خالد وتمريره طويله لرقم 11 لكن خطا شخصي بيرتكبه محمد يوسف رقم 33 والخطا الشخصي الرابع على محمد يوسف لاعب الجيش رقم 33. خطا الشخصي الرابع على محمد ولسه فاضل لنا 52 ثانيه و76% من الثانيه وفي تغيير طبعا 100% بيغيروا المدرب بيخرج محمد يوسف وبينزل بداله اللاعب رقم 18 اليوني سي بادرا ورميتين حرتين واللاعب رقم 11 نيناد زيكوفيتش بيسجل الرميه الحره الاولى نيناد والرميه الثانيه والاخيره طبعا بيسجل الرمية الثانية وبيرفع رصيد النادي العربي إلى 67 نقطة أمام 45 نقطة النادي الجيش. وادي رقم 2 إيفان لرقم 1 أنتوني لامورس. أنتوني بيحاول أنتوني يخش لكن يرجعها للوني ولوني بيسجل بثلاث نقاط رقم 18 والثواني الأخيرة في الفترة الثالثة من هذه المباراة ويحاول منصور لكن بتصطدم الكرة برجله وتصبح مخالفة والكرة من حق نادي الجيش وهاخر هجمة في الفترة الثالثة من هذه المباراة الهجمة الأخيرة. ونادي الجيش وطبعا تنظيف الملعب لان منصور كان واقع وقد يكون هناك عرق ممكن لا قدر الله ان يتسبب في انزلاق لاعب وعلى طول الحكام من واجبهم ان هم يشوفوا اللعب حتى يتم تجفيف الملعب تماما لضمان حمايه اللاعبين من اي اصابه. وبقول لحضراتكم عايزين ينهوا الهجمه باصابه ودي تصويبه لكن بعيده بيلمها على طول رقم 11 وينتهي زمن الفترة الثالثة من هذه المباراة بتقدم نادي العربي 67 نقطة أمام 48 نقطة لنادي الجيش. يبقى انتهت الفترة الأولى بتقدم العربي 19-15 والفترة الثانية تقدم أيضا العربي 20-14 وانتهى الشوط الأول 49-29 الفترة الثالثة انتهت بتقدم الجيش ب 19 نقطة أمام 18 نقطة للنادي العربي لتصبح النتيجة في نهاية الفترة الثالثة 67 العربي 48 الجيش وتظل هناك الفترة الحاسمة الرابعة والأخيرة والتي يتحدد في نهاية وقتها الأصلي من سيفوز بالمباراة. ويجي يسوي سكرين على اللاعب ينتهي زمن الفترة البينية دقيقتين ينزل تحت ويليام يطلع فوق ممكن تخانش على ويليام مكان فاصل خليني نادي خليني ديفيز كرة من حق فريق الجيش هيتولى ادخالها من منتصف الملعب طبعا اللي قال كده سهم الحيازه وادي رقم واحد هتولى ادخال الكره لرقم اثنين انتوني لامورس لديفان دوني ورقم واحد في يناول من ناحيه اليمين فريق جيش والوني ويشوط الوني لكن بعيده قوي بيلمها باخ ويشوط لكن على طول ويليام بيرد
الدفاع جيد بياخد الكورة وتمريرة ذكية من رقم 11. النهاردة عامل مباراة جيدة جدا جدا رقم 11 لنادي كوفينشي لعدنان اللي بيسجل إصابة من نقطتين في أول ثواني من الفترة الرابعة والأخيرة من هذه المباراة. وادي رقم واحد بيشوط لكن بعيدة بينجح رقم اثنين بيلمها وبيسجل منها إصابة. ديفان دوني رقم اثنين بيسجل أول إصابة للجيش في الفترة الرابعة 48 50 الجيش آسف 50 الجيش أمان 69 50 69 خطأ شخصي خطأ شخصي على اللاعب رقم واحد. الخطأ الشخصي الرابع على اللاعب رقم واحد أنتوني لامورس. فاكرين لما كنت بقول لحضراتكم انه ساب منصور يخش ورفع ايديه علشان كان عنده ثلاث اخطاء او ارتكب الخطأ الرابع. وضد ويليام بيرد لاعب النادي العربي رقم اثنين. ده رقم اثنين اللي الخطأ في تصريح في رقم اثنين هو اللي عليه الخطأ. وده اول شخص اول خطأ شخصي على فكرة على رقم اثنين. ديفن كان ظاهر قدامي على اللوحة على رقم واحد دلوقتي اتغير بقى رقم اثنين. وادي الرمية الثانية والأخيرة وغير موفقة 19 نقطة فارق. وادي رقم اثنين لكن ارتكب ضده خطأ شخصي. شايفين منفعل ازاي ان الكرة ما جاتش لانها لو جت بنقطتين وياخد رمية حرة بنقطة كمان يبقوا ثلاث نقاط. هو دلوقتي هيبقى قدامه فرصة واحدة ان هو يسجل النقطتين لو سجلهم. وادي الحكم الدولي امير حسين الايراني والرمية الحرة الاولى وديفن برضو شايفين حضراتكم. يبقى عشان كده كان منفعل هو وخبط برجله في الارض انه لم يحرز الاصابة بنقطتين وياخد رمية. وادي الثانية وبرافو ويليام بيرن ما دام لمس الحلقة من حق المدافع انه يشيلها ومن حق المهاجم انه يكملها. هذا هو قانون كرة السلة. فعلى طول ويليام بيرن استغل هذا وطلع الكورة وتمريرة حلوة قوي لعدنان بيسجل عدنان. بقول لحضراتكم النهاردة بعتبر نجم المباراة اللاعب رقم 11 في صفوف النادي العربي لناد ديكوفيتش لناد لاعب صربي. وادي فادي هاني لباك رقم واحد ودخول على السلة لكن لا ينجح في إحراز الإصابة. يحاول عدنان اللاعب العربي رقم 12 جمع الكرة المرتدة من التصويبة غير الناجحة لرقم واحد لكن تخرج منه خارج الحدود. وعلى طول بيرجعها الألوني رقم 18 لباك باك ويطلع باك ويشوط ويسجل لكن المرة دي بنقطتين كان داخل القوس. باك أحمد محمد أهو هو القوس أهو رجليه وشوط مسجل. وادي منصور وما زال الفارق 20 نقطة لصالح النادي العربي 72-52 في الفترة الرابعة والأخيرة. وادي منصور تاني وفادي 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 لكن بيرتكب ضده خالد مسعود النصر رقم 4 كابتن النادي العربي. خطأ شخصي على خالد مسعود النصر ولا يستحق رميات حرة. وفي تغيير في صفوف الجيش بيخرج ألوني رقم 18 وبينزل محمد يوسف رقم 33. على طول فادي بعيدة فادي لكن يلمها رقم 2 إيفان ويشوت لكن برضه بعيدة وياخدها على طول رقم 11 نيناد. بيحاول المرة دي يعمل نفس اللعبة لكن تتقطع. ودي بكر وبكر بيحط كورة مجهود فردي يسجل إصابة بنقطتين ويقلص الفارق إلى 18 نقطة لصالح النادي العربي 72-54 لنادي الجيش. منصور الحضري منصور منصور وديفان منصور وديفان تخرج الكرة خارج الحدود وهي خارجة ترتطم بديفان وتصبح من حق النادي العربي. وتبقى 8 ثواني على لازم النادي العربي يصوب الكرة في سلة الجيش في خلال 8 ثواني. هذه منصورة اهو
لكن تعمل منصور وبكر 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 وبيجري بكر لكن تصطدم الكورة برجل مين هتشوف دلوقتي أو ويليام بيقول الناحية دي ويقرر الحكم أن الكرة من حق النادي العرب لا لا والله ما يقول والله أبو بكر بيقول والله أبو بكر قاعد اهوت ومصر على أن الكرة ما جاتش في رجله هو لكن قرار الحكام هو الذي لا في رجلك أبو بكر لا في رجلك أبو بكر الإعادة واضحة يا أبو بكر جات في رجلك إحنا ما شفناش رجل ويليام لكن شفنا رجل بكر تصطدم بالكرة وعلى طول هجوم للنادي العربي عن طريق ويليام بيرد اللاعب رقم 17 لخالد مسعود النصر 4 خالد وطبعا بيحاول يهدي بقى من ايقاع اللعب النادي العربي اهو شايفين لان نادي الجيش مش ساكت وبيقطع الكرات وادي رقم 2 بيحاول بسرعه وادي فادي لكن بعيده فادي ياخدها واحد ويلف ويسجل اصابه بنقطتين بقول لحضراتكم نادي الجيش مش ساكت وعلى فكره الوقت بدري لسه 6 دقائق متبقيين من زمن الفتره الرابعه المباراه والفارق 16 نقطه فقط وفي مخالفه الجري بالكره مخالفه الجري بالكره بيرتكبها اللاعب رقم 11 اهو نيناد شايفين مظبوط هو ايده الكوره هو صحيح اصطدم باللاعبين المدافعين لكن لف برجلين الاثنين وهو ماسك الكوره ودي تعتبر مخالفه ودي رقم 2 لكن هناك خطأ شخصي هنشوف على مين ادي امير بيشاور على رقم 11 ورميتين حرتين على رقم 11 الخطأ على رقم 11 نيناد اللي عامل مباراة جيدة جدا النهارده نيناد رقم 11 في صفوف النادي العربي وهيشوط رقم 2 بيسجل الرمية الأولى رقم 2 لاعب جيد رقم 2 الحقيقة بيبص الحماس في زمايله وبيسجل الرمية الثانية ويتقلص الفارق إلى 14 نقطة ومحاولة لقطع الكرة لكن تخرج خارج الحدود صالح النادي العربي ودي منصور انا شايف منصور نايم على الارض ان شاء الله يكون سليم منصور ويقوم عامل مباراه هايله منصور وماسك الملعب كويس قوي اهو شايفين في اصطدام خفيف لكن ان شاء الله ما فيهاش حاجه ما فيهاش قام منصور اهو بالسلامه قام منصور وبيتم تكفيف الملعب وعلى طول في دفاع ضاغط كل الملعب بيمارسوا نادي الجيش علشان يستحوذ على الكرة وادي ويليام لكن طبعا في ضغط دفاعي ما يسجلش الكرة ومرة تانية وتسجيل لنادي الجيش ويبدأ نزيف النقاط ويوقف هذا النزيف كابتن حاتم مملوك بطلبه الوقت المستقطع لأن الفارق بعد ما كان 22 نقطة تقلص إلى 12 نقطة فقط الجيش سجل الحقيقة عدد وفير من النقاط هو أنهى الفترة الثالثة وهو 48 نقطة دلوقتي 60 نقطة يعني سجل 12 نقطة العربي كان أنهى الشوط 67 نقطة ويليام أند نيناد بلاي يو بوكر سيستم جايز سيستم نيناد بلاي يو عند ودلوقتي 72 نقطة جو سكرين 15 نقطة يعني طبعا الجيش لن يسكت على نتيجه المباراه زي ما شفتوا بدا الفتره الرابعه بحماس شديد وقلص الفريق 13 نقطه وعلى النادي العربي اذا كان يحاول ان يحافظ على تقدمه ان يتريث في هجماته ولا يتسرع لاعبوه لانه هو متقدم الجيش يمكن يتسرع لانه
وادي عدنان، وعدنان بيشوط لكن بعيده بيحاول على طول. ويليام بيرد رقم 17 لاعب يعني جيد جدا، ويليام بيرد ده يعني ده الموسم الثالث مع النادي العربي، عامل مباريات جيده جدا. وادي التشريع بثلاث نقاط من رقم 2 ديفن. بقول لحضراتكم الجيش مش هيسكت ويتقلص الفارق الى 11 نقطه، 74 الجيش 63 العربي و 63 الجيش. ويليام خش ويليام، لكن بيرتكب ضده خطأ شخصي، بيرتكبه لاعب الجيش رقم ورميتين حرتين رقم 2 والخطأ الشخصي الثاني على رقم 2 ديفن دوني. اهو رقم 2 اهو بيرتكب خطأ شخصي، ولازم بقى الحرص في اداء الرميات الحره والاولى. وللاسف بقول لسه الحرص، لان دي تفرق كتير في الدقائق الاخيره من المباراه ولا يمكن تعويضها. وادي الرميه الثانيه، وايضا يفشل ويليام في تسجيل الرميتين الحرتين الذي تم منحهم له. وادي تصويبه لكن بعيده، هنشوف ازاي يحاول لكن يلمها ويليام بيرد. دفاع وعدنان، وفي ضغط ضغط ضغط، تصطدم الكره برجل لاعب النادي العربي عدنان. شايفين الضغط الدفاعي اللي بيمارسه فريق الجيش على فريق النادي العربي في نصف ملعبه. دفاع ضاغط، وعلى طول دايما اثنين بيعملوا دفاع ضد اللاعب اللي معاه الكوره من النادي العربي، يعمل ربكه ويفقد العربي الكوره وتصبح الحق الجيش. محمد يوسف من فادي لفادي تاني، وفادي بيحاول يخش لكن بيرتكب ضد الخطا الشخصي، بيرتكبه نيناد دينكوفيتش رقم 11 من النادي العربي. خطأ على مين؟ على رقم 11 فعلا، والخطأ الشخصي الثالث على اللاعب نيناد زيكوفيتش اللاعب الصربي في صفوف النادي العربي. ورميتين حرتين لفادي هاني أبي المنى لاعب نادي الجيش رقم 6. والرمية الحرة الأولى، الرمية الأولى، ويسجل فادي الرمية الأولى. شايفين باسكت بول بقى والإثارة بتاعته من 22 نقطة أصبحت 10 نقط الآن. وهنشوف الرمية الثانية، وهنشوف الرمية الثانية. وفادي أعتقد إنه فادي هيبقى حريص جدا إنه ما يفرطش في تسجيل الرمية الحرة دي، تفرق كتير معاه. وفعلا يسجل الرمية ويصبح الفارق 9 نقاط فقط لصالح النادي العربي. وشايفين هجوم ضاغط في كل الملعب. وادي خالد مسعود النصر، ولازم يمرر بسرعه خالد. هي اتقطعت ومره ثانيه تتقطع، لكن يحاول بكر يرجعها لمين؟ لرامي، وتحت الباسكت على طول لعدنان، وعدنان بيحطها ساحقه، يغمر الكره في السله دنك، واصابه بنقطتين، ويرفع رصيد العربي مره اخرى الى 11 نقطه، 76 العربي 65 الجيش. وادي بكر يشوف بكر سيارة ويحاول أبو المنى، لكن برافو مرة ثانية دنك. وخطأ شخصي يستحق رمية حرة واحدة لأنه أصاب السلة من الدنك. شوفوا الهجوم الخاطف على طول، طالما ليس هناك توازن دفاعي بيديك الجيش كله بيهجم، فبيستغل هذه النقطة فريق النادي العربي. واللي بيلعب بالهجوم الخاطف الحقيقة بيستخدم الهجوم الخاطف استخدام جيد. هو يبدو ان كابتن حاتم مملوك فعلا بيستغل الهجوم الخاطف في تسجيل معظم الاصابات. بيسجل من الرميه الحره، ومره اخرى يرتفع رصيد النادي العربي الى 79 نقطه امام 65 نقطه. شايفين نزل 9 طلع 14 نزل. وادي باك، لكن باك بالقط بيسجل بنقطتين وثلاث دقائق وثواني قليله من زمن الفترة الرابعة والأخيرة.
في هذه المباراة التي تجمع بين الجيش العربي والتي يتقدم حتى الآن فريق العربي ومنصور. ومنصور هوش تهويشة جميلة ومساها لرقم 11 نيناد وسجل إصابة بنقطتين. حقيقة يعني أداء جيد النهاردة من منصور ونيناد. والنادي العربي ككل بقى في الدفاع، وطبعا لا أنسى ويليام ومحمد يوسف. ويسجل محمد يوسف رقم 33 لاعب الجيش بنقطتين. وادي منصور وعلى طول مدرب الجيش أرشبيل مو يطلب وقت مستقطع لأن فاضل دقيقتين وستة وعشرين ثانية و14 نقطة الفارق لصالح النادي العربي اللي سجل حتى الآن 83 نقطة أمام 69 نقطة لنادي الجيش. هي مباراة مثيرة ممتعة وأداء جيد حتى الآن من النادي العربي وأداء متفاوت للجيش. بيرتفع إيقاعه بعض الأوقات وينخفض في أوقات أخرى، وما في شك إن خروج اللاعب رقم 7 شاون لارين من الملعب كان له تأثير سلبي على فريق الجيش، وده يمكن يعلم ناشئينا إن الاعتراض على الحكم مش بيجعل اللاعب نفسه في بيخسر فريق لاعب مميز رقم 7. لو صلي في الملعب احتمال يكون هناك تعديل في النتيجة، لكن هو آثر بعد ما ارتكب 4 أخطاء شخصية أن يرتكب الخطأ الفني ليكون الخامس ويخرج من المباراة مبكرا ويفقد فريقه جهوده. وآدي النتيجة. المفروض أن اللاعب يلتزم، عشان كده كنت بقول لحضراتكم شوية أن اللاعب ويليام بيرد اللاعب الأمريكي رقم 19 في النادي العربي من اللاعبين المحترمين جدا أنه لا يعترض إطلاقا على الحكم. وهذه تصيبه في 3 نقاط رقم 1. بنعود لجو المباراة والدفاع الضاغط وويليام بيرد وتمريرة طويلة رقم 11 ينجح في أنه يقتنصها، والنادي العربي بيحاول يهدي اللعب بقى عشان يستنفذ زمن الهجمة 24 ثانية ويستهلك الثواني المتبقية عشان يظل محتفظ بالمقدمة. وادي التصويبة من منصور لكن ياخدها ويليام وتاني اعتقد النادي العربي هيلعب تاني على 24 ثانية لان فاضل دقيقة و40 ثانية، فكل ما يستهلك وقت يضمن ان هو وادي رقم 11 وبيحاول يخطفوا منه الكورة. يا سلام تمريرة جميلة. شوف انا بقول سلام على التمريرة الجميلة لأن لعبة كرة السلة لعبة جماعية، والتمريرة الجميلة والتعاون في اللعبة هو اللي بيسبب تسجيل الإصابات. وهذه إصابة بيسجلها لاعب الجيش رقم 2 ديفان توني، ورمية حرة واحدة لأن طبعًا كانت إصابة ناجحة. ورقم 12 عدنان ده هذا الخطأ الشخصي الرابع لعدنان، وفي تغيير في صفوف فريق الجيش. بيخرج رقم 1 أنتوني لامورس وبينزل رقم 3 زياد جوليت. رمية واحدة وديفان دوني ويسجل ديفان بنقطة ويرتفع رصيد الجيش إلى 74 نقطة أمام 85 نقطة. ويليام وهوش تهويشة جميلة لكن زياد اللي لسه نازل دلوقتي بيرتكب ضده خطأ شخصي. الخطأ الشخصي الأول لزياد، وطبعا رميتين حرتين في رميات حره. لا مفيش رميات حره اعتقد، في تغيير الصفاره دي تغيير. عايز نمره واحد ينزل، مين اللي هيطلع؟ لا محدش طلع. طيب هنشوف بقى ويليام بيرت والرميات الحره. ويليام بيسجل الرميه الاولى. فاكرين حضراتكم اخر رميتين ما كانش موفق فيهم، المره دي سجل الاولى. تشوف الثانيه ويسجل الثانيه، ومره اخرى يرتفع رصيد العربي
إلى 87 نقطة أمام 74 نقطة، 13 نقطة الفارق، وهنلعب في الدقيقة الأخيرة من الفترة الرابعة. خطأ الشخصي على منصور الحضري، الخطأ الشخصي الثاني على منصور الحضري رقم 14 وصانع ألعاب النادي العربي، بيستحق الخطأ رميتين حرتين، واللاعب رقم 2 ديفيد دوني، وادي الكابتن حاتم مملوك، وتوجيهات الثانية الدقيقة الأخيرة، وبيسجل ديفيد الرمية الأولى، نشوف الرمية الثانية 75 الجيش 87 ويسجل 6 وتغيير، بينزل زياد مرة ثانية وبيخرج رقم 1، بينزل زياد وليد وبيخرج رقم 1، وفي تبديل اهو كان واقف قريب فبيحتكر حكم الدولي ياسر الخزاعي انه عايز يبدل، لكن هو بيقعد على كرسي، وعدنان عدنان عدنان دخل واتزنق ويرجع الكورة وبالكاد وصلت ايه، ادي في خطا، ده بقى بنسميه خطا تكتيكي اللي ارتكبه رقم 2 دلوقتي، ويستحق رميات حره لا لايقاف الساعه رقم 2 والخطا الشخصي الثالث، ومره اخرى تغيير بيخرج زياد رقم 3 وبينزل رقم 1 انتوني لاموريس، رميتين حرتين ورقم 11، وهنا برضه ذكاء اللاعب، يعني ارتكب الخطا وانت عايز توقف الساعه، بترتكب الخطا قدام لاعب بيجيد الرميات الحره او لاعب الفرقه فيها اهو نينات زينكوفيتش ما شاء الله بيسجل الرميات الحره، فحتى في اختيار اللاعب اللي ارتكب ضده خطا، شوفوا لازم لاعب كره السله يبقى مخه شغال باستمرار، يعني يبقى منتلي او عقليا او ذهنيا جاهز لمواجهه المواقف المختلفه، ويسجل الرميه الثانيه ويعود الفارق مره اخرى ل 12 نقطه لصالح النادي العربي. ورقم 2 ويرتكب ضده خطا شخصي بيرتكبه منصور الحضري، طبعا في الثواني الاخيره منصور عنده خطأين وده الثالث، فمش مهم بقى يعني يرتكب خطا لكن يمنع اصابه اضمن له، ورميتين حرتين وديفن دوني لاعب الجيش رقم 2 ديفن، والرميه الحره الاولى الناجحه بينجح في تسجيل الرميه الاولى، والرميه الثانيه ينجح ايضا في تسجيل الرميه الثانيه، وهناك في صفاره هنشوف ايه، في تغيير بينزل رقم 3 وبيخرج رقم 1، معرفش ايه حكايه 1 و3، يبدو ان بينزل زياد عشان رقم 1 عنده 4 اخطاء، فبينزل زياد في حاله الدفاع وبيخرجه في حاله الهجوم، وادي خطا شخصي سوء سلوك حقيقي من الوني ضد منصور الحضري، طبعا خطا سوء سلوك يستحق رميتين حرتين وحيازه للكوره، اهو شايفين شده زي من الفانيلا، اهو ده بيسمى سوء سلوك ان سبورتس مان لايك فاول، اهو الفانيلا اهي، لا سليمه منصور الفانيلا الحمد لله ما اتقطعتش. وعموما اعتقد ان الكابتن عبد الرحمن الهتمي رئيس الجهاز محضر على الاقل طقمين ثلاثه كمان للموسم باللون الابيض ووصلهم باللون الاحمر، وهم الوان مميزه للنادي العربي، ورميتين حرتين ومنصور الحضري الذي يسجل الرميه الحره الاولى والرميه الثانيه، ومنصور الحضري وبيسجل الرميه الثانيه، وبيصل بالنتيجة لصالح النادي العربي إلى 91 نقطة أمام 78 نقطة لنادي الجيش، ومتبقي 30 ثانية و63% من الثانية، وادي منصور وتحت الباسكت لعدنان ويسجل عدنان بنقطتين، وأعتقد إن فريق الجيش ابتدى يستسلم للهزيمة لأن فاضل أقل من 20 ثانية والفارق اهو على طول بيلم عدنان وحواليه ثلاثة، بينجح فادي انه يقترس الكورة ويشوط وبيسجل بثلاث نقاط فادي، وفي وقت مستقطع بيطلبه الكابتن حاتم في اخر ست دقائق ست ثواني و49% من الثانية، ومتقدم العربي ب 13 نقطة، لكن له وجهة نظر كابتن حاتم مملوك مهما كانت يجب احترامها، فككوتش
من حقه طبعا انه يطلب مستقطع رغم انه متقدم 13 نقطه 12 نقطه لان الجيش 81 العربي 93 نينار خالد اوكي منصور تروح وتوقف شوي نينار يروح ويطلع فوق منصور على طول جي سكرين باك سكرين ويلي ويلي ان باس ايه ما فيش خالد خالد عندك ها منصور هي جول ذير منصور منصور عدنان تطلع فوق باك سكرين ما فيش نينار نوت سكرين اجين فور منصور ليتس جو بينتهي الوقت المستقطع لطلب الكابتن حاتم وزي ما بقول لحضراتكم قبل كده المدربين بيستغلوا فرصه الثواني الاخيره لان ممكن تقلب نتيجه مباراه يعني لو في فرق نقطه او نقطتين وفاضل ست ثواني ويطلب وقت مستقطع ممكن بثلاث نقاط وادي خالد اهو اخطا في تمرير الكره اللي بيستغلها رقم اثنين ريفان ويسجل وبيمسك رقم 11 الكره وبيقف بيها وينتهي زمن المباراة والمباراة بفوز النادي العربي ب 93 نقطة أمام 83 نقطة لنادي الجيش. بنقول النادي العربي مبروك الفوز الثاني له خلال المباريات الثلاثة اللي لعبها وبنقول لنادي الجيش هارد لك على الهزيمة الأولى وأيضا خلال الثلاث مباريات. يبقى نادي الجيش دلوقتي عنده خمس نقاط والنادي العربي عنده خمس نقاط وما زال السد والريان في المقدمة ولكل منهما رصيد ست نقاط. أعزائي المشاهدين لكم أجمل تحية من معلق المباراة دكتور مصطفى دياب وشكرا لمتابعتكم وأرجو أن نلتقي دائما مع مباريات أخرى ممتعة لكرة السلة القطرية ومسابقة الدوري العام وأترككم في رعاية الله وأمنه ولكم أجمل تحية من معلق المباراة وننتقل إلى استوديو التحليلي وشكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.